وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فما بالك عندما ينذر مسلما نفسه وماله وصحته في خدمة العمل الخيري والإحسان. الشيخ محمد الشايع رئيس جمعية الصفاء الإنسانية، أحد رجالات الكويت الأخيار، وشخصية عرف كوجه من وجوه العمل الخيري على مستوى دولي وعالمي. منذ سنوات طويلة وجمعية الصفاء الإنسانية تكرس جهودها الإنسانية في تقديم المساعدات الخيرية والتعليمية والمادية والغذائية وغيرها من أجل الشعب القرقيزي، وتقديراً وعرفاناً واعترافاً بهذا الدور الكبير، الرئيس القرقيزي كريم الشيخ محمد الشايع أعلى وسام في الجمهورية. التفاصيل مع رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية الشيخ محمد الشايع. طبعا مشاهدينا، بعد ما شفنا هذا التقرير فعلا نقدر نقول يعني الشيخ محمد الشايع ابو عبد الرحمن خير من يمثلنا من مشايخ الكويت، اللي امانه فعلا تسعد من تقعد معاه وتتكلم معاه. امانه انا قعدت معاه 5 دقائق يدخل القلب، وهو طبعا معانا منورنا اليوم في عسيف. حياك الله شيخنا ومبارك، ونقول لك الف الف مبروك على تقليدك هذا الوسام الكبير من قرقستان، تستاهله وانت خير من يمثلنا في دوله الكويت. ساعه مباركه. الله يبارك فيك اخوي عبد الله، ومشكورين على الاستضافه، وحقيقه أنتم شركاء بالخير معانا في هذا العمل الخيري، وأشكر هذه القناة اللي دائما تستضيفنا، جزاها الله خير، بقيادة أخوي أبو حمد جزاها الله خير، وأيضا المخرج والمعد، وأنت جزاك الله خير. الواحد تشرف أنه يقعد أمامك وأيضا يستفيد من كل شيء تطرحه في موضوع اللجان الخيريه. الله يسلمك ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن، طبعا احنا يمكن انا شخصيا اعرف انت شنو قدمت لهذا البلد، وتركت بصمه كبيره اكيد، وهم ردوا لك يعني هذا، يعني هذا رد على اللي انت قدمته لهم. قرقستان طبعا قدموا لك هذا الوسام الكبير اللي احنا نفتخر فيه كلنا، ولكن انا بالبدايه بسالك سؤال، ايش معنى اخترت هذا البلد؟ ليش قرقستان تحديدا؟ والله اول شيء هو تقدير الله عز وجل. الحمد لله. الواحد سبحان الله العظيم يعني ما يدري إيش المستقبل يخبي له. عندنا زميل لنا هناك وقال الأرض خصبة وأهلها طيبين، الله، وحبون الضيف، يحبون العرب، وناس بسطاء، تعالوا شوفوها. فراح أحمد أخوي جزاه الله خير في البداية، وفعلا ثنى على كلام هذا الرجل، وبدينا هناك من 2007 تقريبا. 2007 بيننا وبين الأسرة، بين أصدقائنا، وهذا مسجد، شبكة ماي، بئر، جسر بين نهر ونهر، وشوي شوي إلين صار 2015 أشهرنا الجمعية اللي في قرقيزيا عن طريق إخواننا القرقيزيين هناك، و2016 أشهرنا جمعية الصفا الإنسانية داخل الكويت، بدينا العمل المؤسسي داخل الكويت. بدايتنا مؤسسيا 2016، لكن عمليا من 2007 واحنا في جمهورية قرقيزستان. حلو. زين ابو عبد الرحمن، طبعا يعني انا على علم ان انت تقعد هناك في هذه الدولة شهور طويلة، احيانا توصل لسنوات تقعد سحبة واحدة حسب ما وصلني، يعني درجات الحرارة ابو عبد الرحمن هناك توصل 40 تحت الصفر، يعني ما تحس ان هذا في مجهود وفي تعب عليك؟ احنا عارفين انه يعني عمل خيري، ولكن انت عندك ناس تشتغل معاك ممكن تساعدك في اداره الاعمال في هذيك الدوله، فليش ما تخلي الناس تشتغل بدالك؟ كل انسان في هذه الحياه يدور السعاده. الله عليك. والله كل انسان يبي السعاده ويطرقها للباب، يمكن يدفع لها فلوس علشان تيله السعاده. انا سعادتي اطرق باب الارمله وأشوف اليتيم وأشوف حاجة المسكين، هذه سعادتي. لما أدخل بيت أرملة وأشوفه تحت خط الفقر، وأجد لما تضيفني كسرة خبز يابسة، الله، أقسم بالله كسرة خبز يابسة، والله إني أنا بقطعها ما أقدر أقطعها، فأستحي لما يقطع الخبزة أستحي، لكن علشانها ما أفشلها أخذ قطعة خبز جاملها قدامها أجاملها. فلما أطرق باب هذه الأرملة وأسد حاجتها
أسعد سعادتين، سعادة أني فرجت عنها، وسعادة أسعد للمتبرع الكريم والمحسن والدال على الخير اللي وصلونا إلى هذه الأرملة وفرجنا عنها وأسعدناها. والله أدخل عليها باكية من الحزن وأطلع باكية من الفرح. الله عليك، أقسم بالله العظيم. الله، هذه السعادة. إنسان يطلب السعادة. أنا سعادتي أنا أقدر أخلي عندي أكثر من 42 أو 43 موظف في الجمهورية، موظف من هناك، وفي عندي حسب ما وصلني موظفين عندك في الكويت، ودائما أنت تحرص أنك تروح. لذلك أنا سألتك هذا السؤال. أنا ترى قبل فترة بسيطة، يعني أسبوع أو 10 أيام، كنت في الجمهورية، قعدت يومين هني وطلعت على الحدود السورية التركية، لأني أحب أشوف الناس، وأحب أني أشوف ابتسامتهم لما أطلع، أحب أشوف المحتاج أو المحتاجة، ولا أبين أنها محتاجة أو محتاج، أبين دائماً أني أنا اللي محتاج، ترى مو أنتم اللي محتاجين لنا، إحنا اللي محتاجين لكم. إحنا ما جينا هني إلا نبي أن الله سبحانه وتعالى يرضى علينا، نبي الله سبحانه وتعالى يجعلنا في عليين. آمين. والسبب المتبرع الكريم والمحسن الكريم. يعني أنا وسيط، أنا مندوب للمتبرع إلى المحتاج، فأنا أوصل هذه الأمانة لهؤلاء الناس. وعبد الرحمن، من ضمن السؤال، أنا قلت لك أن درجة الحرارة توصل 40 تحت الصفر. نعم. يعني أنت قاعد تتكلم عن رقم مريب، يعني ماكو إنسان طبيعي يقدر يطلع برا بهالبرد، وأنت قاعد تقدم هذه المساعدات، يعني جزاك الله ألف خير. ولكن خلينا نتكلم عن الصعوبات. هذه صعوبات، صعد جبل ولا تروح حق أرملة ولا واحد محتاج في أعلى الجبل بهالبرد، أنت شنو الآلية اللي قاعد تمشي عليها؟ بس أنا بعرف أحد يغرز بثلج. إمبلا، والله غرزنا بثلج، ويلا طلعت السيارة، والمفروض تحطوا لها سلاسل. والله هو العجل وهو مال الثلج، السلاسل لا، بدون سلاسل وهو مال ثلج نبدل. احنا وقت الشتاء نحط مال الشتاء، وقت الصيف تبع الصيف. سيارات قرقستانية طبعا، مو سيارات لا خوشية. جوب لكزس، بس انا جيبي قديم 2003 اللي عندي يعني. ايه؟ هناك اللي انا استخدمه هناك. فاطلع في اروح مشاوير طويله، يعني اطلع يعني بالساعات 5 و6 و12 ساعه بالطريق اروح هناك على المسافات. قلت لي انت مسافات، ما مسافات، مسافات والبرد. طرب بالي قريه من القرى بعيده، يعني يبي لي 5-6 ساعات على ما اوصلها، واصعد جبل والجاده ثلج والسماء بيضة والجبال ثلج. الله. والدنيا كلها ثلج وغرزات، فعلا غرزات ثلج، يعني ما تدري شنو الرصيف اللي يمك. وهو مو رصيف طبعا، هو جاده رمل بس مو مبين. انت جاده الرمل تمشي فيها ما في مشكله، بس اذا انحنت السياره على بعد الجاده خلاص طبيت، ما تقدر تطلع، ما تقدر تطلع، تطبع يمكن لو تصعد على الجبال ممكن تطيح بالوادي. ما تقدر بالضبط، السياره خطره. فقلت خلني اروح حق القريه هذه، واطلع واروح عند القريه هذه واوصلها، والقى الناس تنتظرنا، والفحم جايبين لهم تشيس وخالص، وقابل عجوز. عجوز يعذرني المستمع، يعذروني كل النساء، عمرها 63 سنة، هي مو عجوز لكن شكلها عمرها 83-85 سنة، من الهم والغم والجو البارد والفقر، يعني الدنيا. ولما شفتها قلت كم عمر؟ قالت 63. قلت سبحان الله العظيم، كأن عمرك 50 سنة. ما بي مسكينة يعني تضايق. أيه. وبينا عمرها. هذا الدعم المعنوي بالكلام. بالضبط، صحيح. فسألتها سؤال، قلت من يجيكم هني يعطيكم فحم؟ قلت والله ما حد يجينا، أنت وكل سنة تجونا مرة وتعطونا فحم. قلت ليش ما تشترون؟ تقول على ما يجينا وهذا يندب الأدبال على ما يوصلنا إلى هذا المكان، ما نقدر إحنا نشتري فحم، نلقط حطب وقت الصيف ويا دوب يكفينا. ويعذرني أيضا المشاهد، يعني أحيانا روث البقر يبسونه ويتدفون فيه من الفقر اللي عندهم، ما عندهم. واليوم إحنا نوصلهم، أنا يعني طريق متعب حقيقة، ونطلع قبل صلاة الفجر علشان نوصل على ما نرجع مرة ثانية. أنتوا لما تطلعون طبعا أكثر من سيارة أبو عبد الرحمن. أنا بس بعرف التجهيزات بالسيارة، تحطون مثلا معاكم شبل، تحطون معاكم مثلا أدوات، مثلا لا قدر الله صار في مثلا سيارة تغرزت وكذا، تحطون معاكم كل شيء، مؤونة مالتكم كاملة. طبعا لازم هذا كله ناخذه معانا. ايه؟ لأن الواحد ما يدري ايش يصير له بالطريق. هذا الكلام اللي بسمعه. فتقول يعني إن ما حد يجينا هني، فأنتوا الوحيدين اللي تيونا.
الإشكال شنو الإشكال؟ الإشكال أنه يندبل الأسعار عليهم. أنا قلت قبل شوي أن الأسعار تندبل عليهم، فمشكلة مساكين ما يقدرون يشترون الفحم. فإحنا نوصل هناك وأسعد لما أشوفها سعيدة هذه الأم الكبيرة، تبي تودي تلقاها جدة وعندها أيتام ولدها، تلقى متوفي ولدها ولا شيء، بتدفيهم أو تبي تطبخ لهم حتى بالفحم تطبخ لهم، لأن الغاز أيضا غالي عليهم. صحيح صح. فالفحم هذا كله يساعدهم وقت الشتاء. أنا لما أطلع فرجنا عن هذه الأم المسكينة الفقيرة، والله أرجع والله تعب لكن وناسة وسعادة لما نفرج عنها. واسعد للمتبرع الكريم اللي تبرع بدينار أو بعشرة أو بأمية أو بألف لهؤلاء الناس، هذه سعادتي. وأكرر مرة ثانية وراح أكررها، السعادة مو أني أقعد على المكتب، والله أنا بغرقيزيا ما عندي مكتب، لكن أي مكتب أقعد فيه أقابل إما المساكين أو الأرامل أو الأيتام أو المرضى أو غير ذلك، وأطلع أروح أنا ميداني، أحب الميداني، أروح أشوف الناس، شوف بعيونك، أشوف حاجاتهم، والله أشوف حاجاتهم، مآسي حقيقة، يعني مهما أقول مآسي إلا قليل حقيقة في حقهم. شيخ أبو عبد الرحمن، خلينا نتكلم عن الحملة 15 مالت الإغاثة اللي سويتها. طبعا أنت ذكرت قبل شوي قلت دينار، أنا بس بعرف هي شنو آلية الجمعية؟ هل أنتم تجمعون طبعا تبرعات على مبلغ معين، تأخذون الفلوس هذه كلها تصرفونها؟ لكن على حسب ما وصلني أمانة أنت ما قصرت، بنيت مساجد، بنيت مدارس، يعني دخلت حتى في التعليم وبالدين، وأنا بعرف هم بعد معلومة، أنت شلون تتفاهم معهم؟ شو لغتهم؟ مترجمين، يعني لازم مترجم يصير وياي، في مترجم على طول وياي، لازم، هذا صديق ورفيق وكل شيء معاي هذا، ويعرف لما اي اتكلم انا عارف الوضع اللي انا بقوله، لو قصرت بكلمه هو يجبرها. جزاه الله خير، يعني رجل فاهم فعلا، فاهم وياي، يروح وياي، مسكين يتعب حتى، يعني نطلع الصبح، واذا كنا سافرنا هناك بالطياره وخذينا سياره هناك ورحنا، والله مساكين اللي وياي المصورين وهو والمرافقين اللي وياي، نطلع الصبح ترى يجون الساعة 7:30، نرجع الساعة 11 بالليل ما أكلوا شيء. يقول لي والله، يقول لي والله شيخ محمد، يعني أطلع وياك أنا 5 أيام أقسم بالله أنزل 5 كيلو، يقول لي. فأقول هذا الشغل اللي يبي وياي، هذا الشغل أنا ما أحب أضيع وقتي، أدخل مطعم وآكل، أقعد لي ساعة بالمطعم وأضيع وقتي ويضيع على المساكين إني ما أمرهم بعدين ما أيهم، وأنا عندي وقت محدد 4 أو 5 أيام لازم أكون في هذه القرية أروح لها. فمساكين الله يعينهم حقيقة اللي وياي، يعني صح صح. وعبد الرحمن خلنا نرجع على موضوع سالفة الوسام والتكريم. طبعا مثل ما ذكرنا في بداية البرنامج، شرف لنا إحنا ككويتيين يوم أحد مشايخنا أنه يمثلنا برا وتاخذ هذا الوسام. وسام امانه ما هو سهل ان دوله تعطيك انت فردي، تعطيك جائزه بهذا الحجم. خلينا نتكلم انه شلون يعني دعوك وشلون دقوا عليك، قالك انت انسان تركت بصمه، الناس حبتك، كونت قاعده جماهيريه هناك في هذيك الدوله، لذلك حق علينا ان احنا نعطيك هذا التكريم. شلون تواصلوا معك؟ هذا اللي بعرف انا تدريجيا شلون تواصلوا معك؟ انا ما ادري والله. واحنا طبعا قاعد نشوف بعض الصور، طبعا انت مع انا هذا فخامه الرئيسي، رئيس المرئيس، نعم أنا ما أدري والله. إلا يوم اتصلوا فيني المكتب هنا قالوا محمد ترى لك وسام من فخامة الرئيس يبي يعطيك إياه، متى تكون موجود؟ قلت شوف الجدول اللي عند الرئيس وأنا أحضر، ما عندي مشكلة. وفعلا شافوا جدول الرئيس، كلموا شو اسمه، كلمنا المكتب الرئيس وقال لنا باليوم الفلاني يجينا، ما في مشكلة. أنا حجزت ورحت هناك، حددنا الساعة وكل شيء ورحت عنده هناك، يعني وقعدت في القاعة اللي ما هم قاعتهم صغيرة، وهذا قعدت انتظرت 15 دقائق ولا بدخوله. وهو يعرفني حقيقة، يعني حضر ويانا افتتاح مستشفى الكويت، مستشفى الكويت لسرطان الأطفال، وأثنى علينا ثناء كبير وأثنى على الجمعية جزاها الله خير. ومقولته المشهورة إن أنتم يا جمعية الصفا قاعدين تعملون أعمال تعجز الحكومة عندنا أنها تعملها. فهذا المستشفى من أكبر المستشفيات في المنطقة كلها، مو بس بالجمهورية هذه، افتتحناه بتجهيزاته كلها. وكان عندي دكتور جاي من السعودية أيضا مال الأطفال، يوم شاف التجهيزات قال محمد أنا ما توقعت هذه التجهيزات كلها. قلت له والله هذه أمانة وهذه فلوس إحنا تمنى عليها، فلا بد أن نسوي بحذافيرة. الشاهد أن قابلني هذا فخامة الرئيس
وسلم علي ورحب فيني وكل شيء، وتلو مرسوم إعطائي أو تسليمي هذا الوسام، وسام الشرف من أعلى الوسامات اللي عندهم. وطبعا معروف يعني سلم عليه ويعطيني الوسامة وقعدنا مع بعض وكل شيء وهذا، وجزاه الله خير يعني قال أي شيء تبون إحنا تحت أمركم، اللي تبون إحنا ديننا مفتوحة لكم. وأنت جمعية يعني ما شاء الله تبارك الله من الجمعيات اللي يعني لا غبار يعني عليها. هذا الدعم الكبير اللي جالك انت من رئيس الحكومه، اتوقع انه راح تكون ماخذ راحتك هناك، تقدر تسوي اللي انت تبيه. انا يمكن في عندي نقطه شيخ محمد، الاطفال الصغار انت تحرص على تعليمهم، يعني الاطفال البنات الصغار الصبيان الصغار هذول طبعا اللي ساكنين بالقرى، ما هو في قرى تكون بعيده شويه عن بعض، انا ماني عارف اذا كان في هناك مدرسه انتم سويتوها، شلون تجمعون هذول الناس يعني اللي عايش بالزاويه اللي عايش ورا الجبل شلون يوصل اذا ما عنده سياره، شلون جمعونهم تخلونهم يدرسون؟ احنا عندنا دور ايتام، عندنا 8 دور أيتام موزعه بالجمهوريه كلها. زين. فدور الايتام تاخذ لها الى 250 300 طالب وطالبه. زين. فيون هم يسجلون وناخذ احنا شهادات ونشوفهم، طبعا مو انا، المشرفين عندنا هناك هم يتابعون، زائد مكتبنا اللي هناك يتابع هذا اليتيم ويتأكد أنه يتيم 100% ويدخل هذه المدرسة ونعلمه، ونحرص على أن نعلمه إضافة على المواد الرسمية اللغة الإنجليزية واللغة العربية نعلمه داخل هذه المدرسة داخل هذه الجمهورية. فأتابعهم أنا ما أخليهم يعني. بس هم بس عفوا شيخ محمد، هم شلون نظام دراستهم؟ يتمون في المدرسة على طول ينامون؟ إيه سكن، إيه سكن. هذا اللي أنا سألتك عليه، ليش سكن عندهم؟ أتوقع لأنه لو يروح ويرجع صعب المواصلات، مستحيل. لا أنت ذكرتني بشغلة، أنا كنت رايح لقرية يمكن تبعد 8 ساعات، وكان أيام شتاء وكان الثلج قاعد ينزل، وأشوف الطلبة مساكين قاعدين يمشون من قرية إلى قرية تقريبا 3 كيلو الفجر يطلعون عشان يوصلون الساعة 8 أو 8:30 إلى المدرسة مشي والثلج، يعني حتى أنا وقفت حق بعضهم مساكين بالطريق وشلتهم وياه وتحدثت وياه، كل يوم إحنا كذي نروح مشي ونرجع مشي حق المدرسة لأن قريتنا ما فيها مدرسة ولا أكل، يمشي مسكين أبدا مسكين صباح الخير ويروح جنطته وياه، وأطفال أعمار 8 سنين و7 سنين و10 سنين قاعدين يمشون. مرة وقفت بالشارع والله نزلت وياه، نزلت عندهم وأسألهم بتأكد، والله أن ريونهم قاعد تغوص بالثلج مساكين من الثلج، إحنا تغوص بالرمل وهم تغوص بالثلج هناك ويمشون مسافات طويلة الأطفال. فمعاناة حقيقة يعني، محتاجين مدارس، محتاجين أحد يعلمهم، يحبون التعليم، يحبونهم يتعلمون لأن شافوا المعيشة السابقة بين أمهم وأبوهم وحالتهم والفقر وهذا، فيبون مدارس مساكين. فإحنا أيضا قاعد ندور حول الجمهورية وقرى الجمهورية ومدن الجمهورية ونشوف حاجاتهم كلها، وجزاهم الله خير يعني المحسنين يعني ما قصروا جزاهم الله خير، وأيضا ندعوهم أيضا للمساهمة للأعمال الإنشائية الكبيرة. هذول الدول الشيخ محمد يمكن إحنا تونا بنسمع فيهم، طاجكستان، قرقستان، أفغانستان، يعني يمكن أفغانستان أوكي بس كازاخستان، كازاخستان أحسهم يعني توهم طلعوا حديثين علينا، ما أدري هم كلهم نفس الظروف يعيشون نفس اللغة، يمكن أنا بس أبي أفيد نفسي. لا هم لغة واحدة تجمعهم الروسية، يتكلمون روسي كلهم، كلهم يتكلمون روسي. والسبب شنو؟ أن الاتحاد السوفيتي كله تكلم روسي، انفصلت هذه الدول وأفقرهم قرقزستان. هذه أفقر واحدة، أفقر واحدة هذه جمهورية قرقزستان. فالباقي مثل كازاخستان ما شاء الله عندها نفط، عندها طيارات، عندها ما شاء الله يعني دولة كبيرة يعني وحديثة يعني من أفضل ما يمكن. أنا دخلتها رحت لها، قرقيزيا لا توها بادية تبني العمارات والمجمعات والأسواق والشغلات هذه، يعني تخيل أنهار تمشي بينهم لكن ما يشربون منها لأنه ملوث، لازم تسوي شبكة حق القرية اللي حتى يمر فيها النهر. وأنا صورت هناك وريت الناس إن شوفوا النهر شلون خابط من الطين والوسخ والدنيا، ما يقدرش مو ما مستحيل منه. يشربون مستحيل إنهم يشربون، وحطيت عينتين من الشبكة ماي ومن النهر ماي، هذا خابط وهذا صافي من أفضل ما يمكن، فما يقدرون يشربون منه مستحيل. لكن وقت الحاجة مساكين يعني والله بعيني أنا شفتهم أطفال عمر 7 و8 سنين يشيلون جوالين كل 10 أمتار
يوقفون مساكين يريح يريح، والثلج وبرد، أم تنزل بالنهار مثلج، الطقة تكسرها عشان تأخذ ماي وتحطها بالسطل وتأخذها تودي إلى البيت. وهذا أنا شاهدت بعيني، شاهدت بنات أعمارهم على 13-14 سنة طالعة من البيت معاها جالون، تروح آخر الدنيا تجيب ماي وترجع مرة ثانية. فالحياة صعبة عندهم، مو شيء بسيط هناك. هي حياة الفقر رمات أبو عبد الرحمن زعل، يعني واحد وده إنه يساعد، لكن كل إنسان على حسب ظروفه. خلنا نشوف بس هذا التقرير أبو عبد الرحمن، نرجع نكمل معك. أعطوني التقرير. شو؟ مرحبا شيخ، خلنا نشاهد سدي سدي دارف جو تريك راس المدرم شد بيزن بالدار وده وقتو طالب طالب يعني بيلم بير إرتين بير كيسك بيرو كريستان لقسمت صندب بيرتوب عركة تريك Қалатастар, біз білеміз, біздің өлкенің жетекшісі, біздің жоғары кеңестің төрағасы, біз Қырғыз Республикасының жоғары кеңесінің депутаттары сіздің Қырғызстанға алған қызметіңізді бағалаймыз, сыйлаймыз. Өзіміздің атымыздан айтып отырып, біз сіздермен қызметтасқанға дайын, даярмыз. Қандай бір жағдай керек болса, тартынбастан бізге хабарласыңыздар. يعني ابو عبد الرحمن امانه انت انت واقف هني وانا مستانس اكثر منك. الله يجزاك. انك قاعد يعني التكريم هذا وانك كويتي وكذا. زين ابو عبد الرحمن، خلينا نتكلم اول شيء عن هذا الفيديو. طبعا هذا نائب رئيس البرلمان مثل ما ذكرت. خلينا نتكلم متى صارت وشلون صارت الترتيبات، بعد ذلك ابيك تقول طريقه المساعدات شلون، اذا الاخوان طبعا من الكويت او خارج الكويت حابين يدعمون الجمعيه بحيث ان تتم هذه المساعدات لاخواننا في قرقستان. أنا حقيقة دعيت الطالبات الجامعة اللي يدرسون في الجامعة واللي تخرجوا من الجامعة، كل سنة ألتقي وياهم مرتين سواء البنات أو الأولاد وأشوف شنو ظروفهم شنو حاجاتهم اللي يبونها. فمن ضمن اللي دعيت نائب رئيس البرلمان وعضو البرلمان وبعض الشخصيات اللي ويانا يو عندنا في الحفل، أبي أوريهم شلون إحنا نعتني ببناتنا الأيتام. هذول الأيتام ما بينوا هني، لكن كانوا من يومهم صغار وإحنا نرعاهم داخل دار الأيتام لين كبروا وخلصوا الثانوية، وسوينا لهم حفل تخريج الثانوية وحفل أيضا للي تخرج من الجامعة، وعندي أنا طلاب يحضرون ماجستير أيضا هناك وندعمهم. أنا التعليم ما عندي أي مشكلة إني أوفر لهم أي شيء بس يتعلمون. يتعلمون ما عندي مشكلة أبدا والله، أنا بيهم يتعلمون ويخلصون من الدراسة، راح يتزوجون، راح ينجبون بإذن الله تعالى، راح يربون أبنائهم تربية صالحة. صالحة صالحة تعليم، يعني ما تطلع بالشارع البنت وتطلب من الإشارات والدنيا وتوقف وهذا. هذا أنا تضايق لما أشوف بنية واقفة عند الإشارة تطلب من الناس، يعني أحس كأنها بنتي طالعة برا، صعبة بالنسبة لي تضايق. يعني أو أيضاً البنات اللي يدرسون سواء بالثانوية أو بالمدرسة أو بالجامعة وهذا، أتابعهم حتى لو من بعيد لبعيد، قريب أزورهم أشوف شنو يبون. وهم جزاهم الله خير يعتبروني أني أنا أبوهم حقيقي. وآخر اجتماع وياهم مو بالصالة بعد، عندهم رحت لهم بالسكن، أنا أجري لهم مكان، رحت أنا ويا المترجم وهذا، فتكلمت كلمة قلت لهم أنا ما راح أعيش الدنيا كلها، أنا يبيني يوم من الأيام وأروح وأخليكم، ترى إذا أنتم ما تجتهدون ولا تعلمون ولا شيء راح تخسرون. كلهم قاعد يبكون. الله. ليش؟ لأن تخيلون لو رحت وخليتهم، جزاهم الله خيرا، حسوا بالأبوة وحسوا بالحنان، متعلقين فيك وقاعد تعطيهم دعم ومهتم فيهم، فقالوا ما نبي نفقد هالشخص اللي كان مقصر معنا بولا شيء. بالمدرسة أنا لما بالصالة هني مع نائب رئيس البرلمان أعرض لهم، يوم كانوا بالدار، يوم كانوا يستقبلوني بالدار، يوم كانوا يحضنوني وهم صغار في الدار، لما أكل وياهم، لما أطلع وياهم رحلة، لما ألعب وياهم وأبين هذا كله ويشوفون أنفسهم يقولون معقولة إحنا كنا كذي أول واليوم صرنا. اليوم والله تشوفهم ما شاء الله بنات مؤدبات خلوقات، لبس يعني نازك على ما قالوا، يعني شيء يعني الواحد يفرح لما يشوفهم بهالحالة هذه، يستانس فعلا، يحس انه حقق حلم كان يبي واصبح حقيقة. يعني كنت قاعد اقول اول يعني قبل 10 و11 و12 سنة قاعد اقول معقولة
أبتواصل وياهم لين يخلصون. ويا اليوم بفضل الله عز وجل شفته بعيني لما خلصوا من الدراسة ويعني أقابلهم في صالة ولا بمكان ولا شيء. مرة مسكني شرطي بالطريق مخالف، ايه ما أدري إلا البنتين جايين يركضون عنده قالوا له ولا تخالف، هم قاعد يتكلمون إياه ما أدري شو يقولون. عرفت بعدين إنه يقولون له هذا أبونا، يقولون شلون أبوكم هذا ولا دار الأيتام، أنا وياهم ناسيهم، أنا ببالي ويا الشرطي وناسيهم. ولا طلعوا بنتين يتيمات من دار الأيتام طالعين وشافوني وموقفني الشرطي ويو والله لين فكوني منه. وقالوا لا عن وضعك طبعا. بالضبط. زين شيخ محمد، خل نذكر رقم تواصل. اتمنى طبعا الناس ما يقصرون، اهل الخير وايد في كل مكان ان شاء الله يتواصلون معك على الرقم اللي بنحطه الحين على الشاشه، بحيث انه اذا كان هناك تبرعات ترسل لهذيك البلد. ورقم التواصل او الساخن 2-2-2-3-3-3. الله سهل. 2-2 اعيد اذا تكرر. اي سهل. 2-2-2-3-3-3-2-2. 2-2 بجراح مخرجنا وصل، حط لنا يوم على كمر. اشكرك جدا. احنا طبعا بنحط الرقم الحين كهو على الهواء. انا ودي تقول كلمه اخيره او رساله حق اخواننا في كل يعني دول العالم، من الناس اللي ودها يعني ودك انهم يدشون ويمدون يدينهم ويساعدون يعني هؤلاء الناس المحتاجين. ابي تعطيني دقيقتين. خذ راحتك. الله يجزاك. اول شيء اشكر كل من تبرع، واهدي هذا الوسام حقيقه الى والدنا سمو الامير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اللي يعتني حقيقة يمكن كثير من الناس ما يدرون، يعتني بالجمعيات الخيرية ويسأل عن الجمعيات الخيرية ويتابع الجمعيات الخيرية. أنا ما أقولها مجاملة أو نفاقا أو هذا، أنا أقولها لأني عارف هذا، إن صاحب السمو يتابع الجمعيات الخيرية وحريص على الجمعيات الخيرية. وأهدي هذا الوسام لإخواني وأخواتي المساهمين والمتبرعين والمحسنين والدالين على الخير، وأهدي أخيرا هذا الوسام لأبنائي وبناتي الأيتام اللي حقيقة يعني ما تصور كثر فرحتهم لما دروا أني أخذت الوسام. والله 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 إن هذا الوسام فرحت فيه علشان أبنائي وبناتي الأيتام. أنا وسام أو شهادات شكر وايد، لكن أحب الأيتام يفرحون يستانسون ويرفعون راسهم مثل ما أنا رافع راسي فيهم حقيقة. الله يرحم والديك. فأستانس أنا والله للأيتام يعني، وأستانس والله أبو عبد الرحمن كله بميزان حسنات. الله يجزاك الله ألف خير. الله يجزاك يعني أنا استانس. الله يجزاك والله. وأحث إخواني وأخواتي، احنا مقبلين على شهر فضيل شهر كريم، احثهم. احنا نقول يا اخي لا تبخل على الناس. لا انا اقول لا، ما اقول لا تبخل على الناس، انا اقول لا تبخل على نفسك. انت اليوم عايش، باكر ما تدري وين تروح. صح. باكر تصير فقير، باكر تموت، باكر تروح. هل في احد بيتصدق عنك؟ هل اقرب الاقربين لك راح تصدق عنك؟ ما تدري. اليوم انت عايش واليوم في الدنيا، باكر انت تحت الارض. والله الاموات يتمنون يخرجون من القبر يتصدقون يرجعون مره ثانيه. من عظم هذه الصدقه، باكر الصدقه تكون كالجبال، واجب باكر الصدقه تصير هي صاحبك. صدقه عظيمه والله. الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده. اليوم الله سبحانه وتعالى بيشوف ايش عملنا في هذا المبلغ اللي جانا. يا اخي يا اختي، حطوا 1%، 2%، 10% من المدخول غير الزكاة تبرعات للتبرعات. شوفوا الجمعية اللي أنتم تثقون فيها، شوفوا الناس اللي أنتم تعرفونها، تصدقوا دامكم حيين. والله الواحد ما يدري شنو مقامه باكر. أنا يمكن كثير من الناس تضايق لما أتكلم بالكلام هذا، لكن أقولها من قلب محب وأحب لهم الخير مثل ما أحب لنفسي. فأنا الإنسان ودائما أشر هذه الإشارة وأقول الدنيا قصيرة، واحد ما يدري شنو مقامه في هذه الدنيا، لكن
يعلم الله أني أحب لهم الخير مثل ما أحب لنفسي. أقسم بالله العظيم أني إذا قدمت أي معونة لأي أحد في أي مكان، سواء المهجرين السوريين أو الإخوان في قرقيزيا أو في أي مكان، لما أقدم هذا المبلغ ولا هذه المعونة أني أفرح المتبرع، أقول جزاه الله خير والله يكتب أجره. وما يدري أعطاني الفلوس، ما يدري وين راحت الفلوس، لكن أحرص يعلم الله أن الصدقة مو الزكاة، الصدقة أعطيها واحد مستحق للزكاة مو للصدقة، مستحق للزكاة، لأني أعرف شنو ظروفه وأعرف شنو حاجته، وأدري أنه بيرفع إيده ويدعي لعل الله عز وجل أن الدعوة هذه تصل للمتبرع ويبعد عنا الله سبحانه وتعالى الشرور ويضاعف لها الحسنات. آمين آمين يا رب. وأنتم شركاء ويانا ترى. آمين يا رب. قناة ATV جزاكم الله خير. الخير كفاعلة. شكرا لك شيخ محمد الشايع على يعني حضورك اليوم معنا، واحنا طبعا حطينا رقم التواصل باذن الله تعالى. اهل الخير كثيرين في كل العام راح يتواصلون معك باذن الله تعالى، ويكون هناك تبرعات لجمعيه الصفا اللي راح توصل ان شاء الله لقرقزدان. شكرا لك، يعطيك العافيه مره ثانيه. طبعا مشاهدينا مستمرين معكم بفقراتنا بعد هذا الفاصل، مكملين معكم.